ستكون مأمورية عمل وعطاء لاستكمال مشروع سيادته المجتمعي وإشراك للشباب في مختلف نواحي الحياة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أنواعه عن طريق التوعية والتحسيس بأهميتها والعمل على الحشد والزخم الذي يليق بها مع حرصنا الدائم على تبيين مستوى إنجازات الحكومة لساكنة الولايات المزورة وسعينا أثناء ذلك إلى معرفة مشاغل وهم المواطنين ونقلها إلى الجهات المعنية من أجل حلحلتها قدر المستطاع. وقد عملنا دائماً على نقل هذه الأنشطة الرئاسية إلى الرأي العام من زاوية صادقة تعطي حقيقة وأهمية هذه الزيارات ومدى انعكاسها على حياة الناس في مناطقهم. كما سعينا إلى الحفاظ على خط التهدئة مع الطيف المعارض بصفة عامة وفق ما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم تطوير الديمقراطية في بلادنا بصفتنا جميعاً شركاء في الهم الوطني ومعنيون ببناء مؤسسات مختلفة خدمة لوطننا ولشعبنا. اعتبار القضية الفلسطينية قضية محورية في عملنا الحزبي، حيث عملنا مع جميع الأحزاب السياسية الموريتانية على التعبير بمختلف الوسائل المتاحة عن رفضنا للجرائم التي يقترفها المحتل الإسرائيلي ضد إخوتنا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة. كما قمنا في الحزب بتنظيم حملة تبرعات لصالح إخوتنا هناك، وهنا أنتهز هذه الفرصة لأدين وبشدة حملة التقتيل والتنكيل التي يتعرض لها سكان غزة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تعبير عن مؤازرة ومواساة الضعفاء والمتضررين من الحوادث والكوارث، حيث وقفنا إلى جانب مواطنين المتضررين من الأمطار والعواصف والحرائق وقدمنا لهم مساعدات رمزية، وزعنا العديد من السلع الغذائية، تعبيراً عن تشبه الحزب بخط فخامة الرئيس في مؤازرة فئات الهشة والوقوف إلى جانبها. كما ينبغي أن نجسد توجهات وإرادة فخامة الرئيس في إشراك شبابنا والرفع من قدراته والعمل على تكوينه وتفعيل دوره في الحياة السياسية والإدارية، لأن الشباب هو روح الأمة وطاقتها التي لا تنفذ وضمان استمراريتها وعظمتها، وذلك في جو من التعاضد والتعاون والتكامل بين مختلف الأجيال ضماناً لغد أفضل تتكاتف فيه الخبرة والمعرفة والصدق والحماس لبناء الوطن الذي ينبغي أن نكون جميعاً عيناً ساهرة على خدمته وأمنه وازدهاره.